عرض على بكري سمعت بتقي اكاديمي من جماعه الباك، عندهم برشا جماعه في الباك جيبوا نتائج باهيه ومرتب الاوائل في الجمهوريه. انا قاعد عرض على بكري في الترازيم، شاركت فيه في الصيف، كملت بيه عام كامل معز لطيفي تروزي منفو، نقرا في ليسي تكنيك القصرين. جبت 17.04 مشترك في عرض على بكري. عام التروزيم تعدى عام باهي، بدا في الاول اصعب من الايام اللي قبلها، من بعد كملت قريت نلقاها عادي. معناها بديت في الاول الريتم طايح برشا، ما في خير العام قويت شوي. عرض على بكري سمعت بتقي اكاديمي من جماعه الباك، عندهم برشا جماعه في الباك جيبوا نتائج باهيه ومرتب الاوائل في الجمهوريه. شفت عام التروازيم دخلت نلقاهم يقروا معنا في المراحل الكل. انا قاعد على بكري في التروازيم، شاركت فيه في الصيف، كملت بيه عام كامل وتعدى بالقدام. الفيديوهات سيلفر، فيديوهات سيلفر مختصرة برشا، تستحق تحط خسارة مثلا ليلة الدفوار، حوايج مش فاهمها تنجم تكملهم فيديوهات قصيرة في ساعة في ساعة ترجع لفاتك الكل. مع مدام شيمة في الانجلي وسيمو عز في فيزيك، بروف طيارة برشا سيمو عز. يقعدوا يفهموا فيك حاجة ما فهمتهاش، يكملوا لك عادي لايف كاملة على جال حاجة ما فهمتهاش، ما يصفوش حتى تلميذ معنا. تروازيام عادي برشا، تحسوا أصعب شوية من الأوام اللي قبل، خاطر المات والفيزيك تبدو يصعب وتدخل في البروجرام تاع الباك. تبدا تحضر عادي، حصيل ما تفوتش الدروس تقراها اللي تقراها تحضر في نهار، وعام ما فيش شويه صار تعب معنا. الاخطاء نولي نحضر كل يوم، نحي البخل من التروازيه من التراجع، ثم كنت بخيل برشا. عامة الباك نولي نقرا كل يوم، ما نكثرش على روحي باش نوصل بريود دي ريفيزيون نبدا مرتاح برشا معنا.